شارك وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي المنعقد بجمهورية مصر العربية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد محمد الحسيني، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس. نرحب فيك سيد محمد في هذه في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن مشاركة وفد مجلس النواب في هذا المؤتمر وما تم مناقشته فيه. الله يحييكم ويمسيكم بالصحة والعافية. هذا المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة طرح موضوع مهم ويشغل الساحة العالمية، وهو الذكاء الاصطناعي وتحدياته. هناك عدة أوراق قدمت ومن عدة باحثين ومتخصصين وبمشاركة عدة دول كالسعودية والكويت وعمان، وأيضا البحرين كان مشارك بعدد من النواب وعدد من الشخصيات، وتكلموا عن الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتخطي العقبات التي نواجهها مع الموازنة بين الانضباط والانفلات. يعني الذكاء الاصطناعي في نوع من التحديات اللي المفروض احنا نتخطاها يعني. نعم. فنحن بحاجة الى تعزيز ثقافة الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمؤسساتنا ومجتمعنا وايضا التعليم عندنا. وخلاصة المؤتمر اليوم والجلسات اليوم يعني كانت باننا بحاجة نحتاج الى تشجيع ثقافة أو استخدام الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاستخدام الإيجابي الآمن، هذه أولا. ثانيا نحتاج إلى تأهيل عدد من المختصين في الذكاء الاصطناعي. وثالثا وضع قاعدة بيانات واسعة وعلى درجة عالية من الصحة والدقة والشفافية من أجل تقديم خدمة تنافسية في هذا المجال. نعم نعم سعادة السيد محمد الحسيني، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، شكرا جزيلا لك.